لن يرحلوا حتى يدمروا كل شيء، هذا ما تقوله صورة وتؤكده أفعال الميليشيا دوماً. حفر للخنادق وبناء للسواتير الترابية والحواجز الإسمنتية في الحديدة، أنشطة تشير إلى أن الميليشيا تتشبث بالمدينة وتستعد لمعركة دموية ستكون لها كلفتها البشرية الباهظة. هذه الخطوات قامت بها ميليشيا الحوثي في الشوارع والطرقات الرئيسية بالأحياء الجنوبية للمدينة بهدف إبطاء تقدم أي عملية اقتحام، فرضت واقعاً جديداً على أكثر من 600 ألف شخص باتوا مقيمين.